منذ أن اتخذ النظام الحاكم في البحرين قراره بتجويع البحرانيين، لا يزال آلاف المواطنين يقاسون ضنك العيش ويعانون الأمرين، رغم الضغوطات الدولية التي أجبرت النظام على إرجاع نسبة من المفصولين إلى أعمالهم. وكانت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تقدمت بشكوى ضد البحرين في مارس آذار الماضي بسبب قيام الأخيرة بفصل آلاف المواطنين من أعمالهم بشكل تعسفي، لتعود لشطبها إثر اتفاقية تلزم البحرين إعادة المفصولين إلى أعمالهم. إلا أن معاناة المفصولين استمرت في ظل مراوغة الجهات الرسمية في تنفيذ هذه الاتفاقية. وبمناسبة يوم عيد العمال، نظم ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير تظاهرات انطلقت من 15 مركزا بشعار يد تكدح ويد تقاوم، وذلك تقديرا لدور العمال الريادي في رفض الثورة وتثمينا لجهودهم في بناء الوطن. وتوالت التظاهرات على ثلاث جولات منذ الصباح الباكر في المراكز المقررة. في حلب ثم خليفة ثم سلمان وقادم حتى، فيما واجهت قوات النظام التظاهرات بالقمع المفرط واستهداف المواطنين بالأسلحة النارية، ما أسفر عن وقوع إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين.